الخو السلام عليكم. سال الفيلم ديال المونديال واللي دا شداه واللي زلق طاح على عين قفاه. كيف كان كيقول لنا مول الحلقه وحنا مازال دراري صغار ملي كنا كنسلتو من المدرسه باش نتفرجوا هذاك الفولكلور اللي كان عندنا في مدينه سلا في التسعينات واواخر الثمانينات. المهم المنتخب المغربي الان شرف المغاربه كلهم ورفع راسنا وراس العرب والافارقه عاليا في سماء المونديال، وخلى العالم كله يوقف مذهول ومذهوش على هادشي اللي حقه اسود الاطلس. دوزنا معاهم بلا شك فتره زوينه شي شهر تقريبا على ما اعتقد، كانت كلها حماسه وتشجيع من القلب من اجل الرايه الوطنيه. ودابا ما فيها باس اخواني اخواتي نرجعوا شي شويه للشان العام ديالنا، الشان الداخلي، ونشوفوا المشاكل الداخليه ديال بلادنا بسبب السياسيين والمنتخبين هذوك اللي على بالكم واللي ما عمرهم حمروا لنا الوجه نهائيا او فرحونا. كيف فرحونا وكيف داروا وليدات الركراكي؟ الجديد اخواني اخواتي فضيحه سياسيه بكل المقاييس، والبطل ديالها عاوتاني مره اخرى منتخب سياسي من حزب التجمع الوطني للاحرار ديال العزيز اخنوش رئيس الحكومه. وهذا السيد هذا الطاغيه اللي بغى يطغى على واحد المجموعه من المواطنين ويحقرهم، جاوا البوليس مشكورين وداروا خدمتهم كما ينبغي، حنشوا ليه محضر فاعل تارك وقرروا باش يحيلوه على المحاكمه من بعد ما دار البلبله قدام البرلمان وتعدى على واحد المجموعه من المواطنين امام الملأ. ولا عينك يا بن عدي وفي واضحه النهار كيف كيقولوا. والسبب ان هاد خونا يعني السياسي المنتخب حاس براسو شويه ومعني بالعلاقات السياسيه ديالو مع امين عام حزب الاحرار اي السيد عزيز اخنوش شخصيا، وكيف صرحت بعض المصادر فسيهم المنتخب مول هاد الفضيحه وهاد الروينه كلها. محشم مراع وزاد كيتهدد وكيستفز في الناس، كيتهدد عليهم وكيقول لهم راكم ما عرفتونيش شكون انا، ما عرفتوش راسكم معامل، انا هو اللي غادي نصيفطكم وانا هو اللي غادي نربيكم والله يا باباكم حتى تخلصوا المتني والمتلت. هذا هو فلان بن فرتلان واسركم على الله، واللي ما كيعرفنيش يمشي يسول عليا. المهم اخواني اخواتي كاينه تفاصيل صادمه حول هذا الظالم الحقار على ما قالوا الناس في الشكايات ديالهم اللي حروها ورفعوها للبوليس وحروا بالموجب ديالها محاضر قانونيه رسميه، واخا ما عارفين شكون البادي وشكون اللي بدا بالتهجم على الاخر، ولكن في نظري المتواضع كما قد توافقونني فكاع ولاد الفشوش كلهم واحد، يعني بحالهم بحال اولاد عبد الواحد، فيهم شويه ديال لافواس وشويه ديال العياقه الزايده، وكاع اللي مسخر راسه بشي كود بيستون ولا بشي منصب ولا شي معرفة من المعارف القويين من الأقوياء النافذين بلا شك كيطغى على عباد الله وكيبغي يديرهم في كرشه إلا ما كانش عنده الضمير بدون أدنى شك. المهم قبل ما نعطيكم التفاصيل الصادمة ديال هذه القضية بغيتكم ديروا لهذا الفيديو اللايك يعني الإعجاب وتشاركوا مع العشران والحباب والمعارف ديالكم باش الميساج ديالنا يوصل. وما تنساوش وهذا هو الأهم إخواني أخواتي تحطوا التعليق ديالكم باش تعبروا على الموقف ديالكم الشخصي من هذه الفضيحه. بغينا نوسعوا النقاش باش بحال هذه الفعايل القبيحه ما تبقاش تكرر في بلادنا نهائيا، وما بغيناش نبقاو نشوفوها ما دمنا على قيد الحياه. واللي عنده شي نفوذ او حاس براسه شويه خاصو يدخل سوق جواه، يعني يدخل سوق راسه ويعطي الدراوش للمواطنين البسطاء عشبر ديال التيساع. صحيفه مغربيه هي صحيفه جود الالكترونيه قالت بان جوج ديال المواطنين صرحوا في محضر رسمي قانوني امام رجال الامن نهار الجمعه الاخيره هذه اللي دازت باللي نائب رئيس مؤسسه منتخبه في العاصمه الرباط تعدى عليهم بالضرب والستم والشتم والقذف من بعد ما وقف في الطريق ديالهم بالسياره الفارهه ديالهم وما بغاش يخليهم يدوزوا، خصوصا وانهم كانوا كيقودوا السيارات ديالهم قرب مؤسسه البرلمان وكل واحد وهمه وكل واحد والمشاكل ديالو، يعني الناس كان خاصهم يوصلوا للمنازل ديالهم في اقرب وقت او الى وظائفهم. وحسب المعطيات المتوفره فرجال الامن مشكورين كما قلت داروا محضر لهذه الواقعه المثيره جدا اللي تورط فيها نائب الرئيس ديال المؤسسه المشار اليها. وهذا الشيء اللي وقع كيف قلت لكم قبل قليل يوم الجمعه 16 ذو جنبر الجاري، وفيها يعني الشكايات كاع المعطيات اللي صرحوا بها المشاكين ضد المستشار
المنتخب المذكور حسب المعلومة دائما. فالمحضر الرسمي ديال رجال الأمن ضمن الدعاء المستشار بقربه من رئيس الحكومة وبأن عنده نفوذ قوي. هادشي اللي تقال واش هو اللي صرح بها أو الناس المشتكين هما اللي دلوا بهالتصريحات لرجال الأمن أثناء تحرير المحضر؟ أما واحد المصدر حزبي داخل التجمع الوطني للأحرار فصرح بأن قيادة حزب الحمامة أي حزب رئيس الحكومة غاضبة أو غضبانة بزاف على حد أقوال المصدر دائما على هذا المستشار اللي كيدعي شي أمور واهية من قبيل القرب دياله والعلاقة الوثيقة دياله برئيس الحكومة أي عزيز أخنوش. كتقول بأن هذا السيد ما عنده حتى شي علاقة كتربطه بشكل مباشر مع رئيس الحكومة وكل ما عنده هو الانتماء دياله إلى حزب الحمامة. والقيادة دائما كتقول حسب المصادر بأنها كترفض التصرفات المشينة اللي قام بها هذا المنتخب الجماعي. مصطفى بيتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة وكيف قالت المصادر دائما دخل على الخط وشدد حسب مصدر حزبي على أنه بدوره كيرفض هادشي اللي وقع وكيتضامن مع المواطنين الضحايا ديال الزميل أو الرفيق ديالهم في الحزب اللي تضروا من هاد الحادثة. الفضيحة أو التفاصيل ديالها كتقول بأن هذا المستشار حط السيارة الفارهة دياله واللي هي ملك من أملاك الدولة يعني من السيارات ديال الدولة في واحد البلاصة ممنوع التوقف فيها وبالضبط قبالة مقر وزارة العدل اللي كيسير السيد عبد اللطيف وهبي. ورغم هادشي كله مشى كيطلب السماحة من الضحايا اللي تعدى عليهم بالسب والشتم من بعد ما عرف القضية حامضة وربما تقدر توصل إلى العدالة خصوصا وأن رجال الأمن عمروا المحضر وما دام المحضر تعمر فبلاش غادي يشحال على السيد وكيل المالي واللي من جهته يعني السيد وكيل المالي غادي يرسل هذا المحضر الى رئيس المحكمه واللي غادي يقرر قاضي او هيئه قضائيه للنظر في محاكمه هذا المسمى. تحياتي العطيره لكم جميعا وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو على نطاق واسع باش تعم الفائده وباش الحاضر يعلم الغيب وباش ما تبقاش تكرر بحال هذه الممارسات في بلادنا. تحياتي لكم جميعا والى موضوع اخر باذن المولى عز وجل.